فرحانين زي الشعب المنتخب ديالنا ونساندو وان شاء الله نربحو مع التواجد ديال الجمهور المغربي بكميه كثيره ان شاء الله يكون مربح ونتاهلوا لكاس العالم 2022. شحال يسالي الماتش؟ ان شاء الله 3-0 ان شاء الله نربحو ان شاء الله. الماتش ما غاديش يكون سهل ولكن كنتمناو الجمهور المغربي ما يخرجش واحد النتيجه اللي هي ماشي هي هذيك. ان شاء الله حنايا عندنا واحد الثقه في الجو ديال ديكيب ناسيونال على هذه القوات الايجابيه وان شاء الله نتكلفوا لا كوب دو مون في قطر ان شاء الله ونفرحوا الجمهور المغربي اللي كيتسنى من طنجه حتى للبويره والجاليه المغربيه ان شاء الله ونتمنوا لكم خير ان شاء الله وكنتمنى النتيجه تخرج 3-0 ان شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma